السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يسأل رسالة وشانش يات رسالة سناو ورتب ميورته يباقي كسيس رسالة بيشان جيات رسالة سناوشو شروط الصلاة وأركانها وواجباتها محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه يهون شوية أتمز أشيس بيشان بيت ملتي هني شروط مقلبي أسي وشيس بيشان أركان الصلاة أشبان يو أركان الصلاة هسجي 14 يعني بتوده إن شاء الله دلات مدريكي تفصيل دي تورا راس كان اختلافك ذكرتي قدنك ركن كريو الزكير سقيو القيام مع القدرة في الركن الأول القيام مع القدرة أغر قدرة آسي تلك أي أخ إنسان كه قيام أغر قدرة آسي تلك أي أخ إنسان أغر مستاقة آس قيام كارنو تلك شو إمس قيام كارنو أش من كيه سشو فرز اسمز فرز اسمز شو إمس أغر مستاقة آس قيام كارنو إم شو قيام كارن أغر إم قدرة آس نبا وجود قيام قرن كيهن خدا نماز برن كيهن امسز نماز شه باطل امسز نماز شه باطل نفل اسمز شنه مسلا كيهن نفل اسمز اگر يه قدرت اسن باوجود بيهتی پر نماز امسز نماز شه صحي لیکن عجر غش امس کام اگر ما عذر آشي کنش فارز اسمز سو هيك بيهت پرد اگر کنش عذر آشي سو هيك بيهت پرد بيهت اس پتوانا كرسي متعلق كرسي پر نماز برن هنگ تمانگي تو امس هيك نماز باطل غش اك نسانس پاشي خوزون ات متعلق مش عايز از بوشن دایما دایم رکن نماز شو گڈ نماز شو ٹوٹل 14 ارکان تو دایم رکن شو اسمن گڈ نکوس القيام مع القدره في الفرائض خاصه قيام مع القدره اگر قدرت اساس تلك القيام خاص طور پر فرائض نماز الثاني تكبيره الاحرام دایم کو تكبيره تكبيره الاحرام دایم رکن یعنی تكبيره تحريم الله اكبر الله اكبر اس زي ست پرانچ ایگو ام سات رفع اليدين شو سنه شو کیا سنه اگر کہیں تو یول کرے پایرنی کیہن امشن نماز یعنی اشمنان رکن کیا شو تکبیرۃ الاحرام تی اللہ اکبر کران شو یہ شو رکن یہ شو سنہ والدلیل حدیث من اچ دلیل حدیث تحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم کہ امش تحریم یعنی اس نماز حرام بنا وان چھ پتہ اسم سری چیز باقی ام موٹس کران پس شو تکبیر اور تحلیلها التسلیم اور اس پتہ بے واپس تم چیز حلال بنا وان چھ تقریبا سلام فرن فرمان شارع شيخ صالح ابن عبد الله الأسيمي فرمان ذكر المصنف رحمه الله الركن الثاني من أركان الصلاة وهو تكبيرة الإحرام إذا نذكر مصنف فرمان نماز جندو أركان ومز دائم ركن ذكر ساسا شو كيه دائم ركن شو تكبيرة الإحرام أي قول الله أكبر تكبيرة الإحرام كيه الله أكبر بيجنينج مذكر ديكشا الله باقي هيك ني كهذا من الله أعظم يا كهذا من الله أجل تجلني كيه مش من الله أكبر في ابتدائها كم ساتش سواني ابتداء اسمز نماز هندس ابتداء سيمز فتتميز هذه التكبيره هذا نشوف لكم كبيره ايش تكبيره عن سائر التكبيرات بانها التكبيره الاولى وانا اكيد كني نماز ما باقي تكبير شنو كان تمون شو متميز تمون شو الگ يم اعتبار كي شو تكبيره اولى يعني قد نقطه تكبير شو شنو قد نقطه تكبير تي نماز لا كان شو قد نشكر الله اكبر ونماز لا غني شيء قد نقطه تكبير وانما سميت تكبيرة الإحرام لأن المرأة إذا قالها في ابتداء الصلاة صلاته إن أقدت صلاته وانا أذكيش فانا تكبيرة الإحرام تكبير التحريم يا تكبيرة الإحرام كذلك لأن المرأة إذا قالها في ابتداء صلاته يمسا أخ شخص فانا نشي نماز هندس ابتداء هزمز إن أقدت صلاته امس نماز من أقد قصان امس نماز لجبن غي شروع أغرني الله أكبر كاريك إيهن ابتداء هزمز الله أكبر شروع امس غي نماز من أقد بيك شو قسم وحرم عليه ما كان يفعله خارجها امس بر غوس سوري حرام يكن ساي ات نبر اوس كران باقي كوان جوان كات كران سو غوس سوري امس بر حرام امي الله اكبر كران زري ديكش وتم موجب شتان تكبيره التحريم يا تكبيره الاحرام فتتميز هذه التكبيره عن سائر تكبيرات الصلاه بانها التكبيره الاولى التي تنعقد بها الصلاه او سمجھ یعنی کس کن چھو متمیز کس کن چھو الگ باقی تکبیر تو نشی یم نماز مز کران چھو دوسرو کوس واس نی ویزی سجد اس واس نی ویزی کی یاسا چھو تکبیر اولا گڈ نو تکبیر التی تنعقد بیش الصلاۃ یم زری نماز تنعقد بیش الصلاۃ یم زری نماز لاگان چھ و به یعلم ان بقیہ التکبیرات لا تکون اولا ابدا
انت الگو معلوم کہ باقی تقبیر ہکن گڈنک تقبیر جائے رٹت کی تقبیر تیمس نماز لاگن چھ گڈ چھمس کرن تقبیر تحریمہ نماز لاگن اللہ اکبر مثال کے طور فرض کرو کس کر امتی ات بون کنے کر اللہ اکبر ام کر رفع الیدین کہ امس لوج نماز لیکن ام کر سنت اس مخالفت اگر کسی کر اس تی بون نکی ہن امس لوج نماز ام کر سنت لیکن ہور تر ام رکن گوتی چھ ونن چھ ایت طور فکری کہ باقی تقبیرات تم ہکن اولا اشت کی اولا تقبیر چھ ہوئی تقبیر تحریمہ کما ان الصلاۃ لا تنعقد بها اور نماز دے گسن تے تکبیرات اسد من عقد کی بوش تو وین وچ مسل فلو ان انسان ادرک اماما قبل رکوعه اگر کش انسان لب امام رکوع بوٹھی ثم کبر تکبیرۃ ینوی بها تکبیرۃ الانتقال یعنی ام پت کر ام کم امام یتی ام لبنا امام رکوع بوٹھی امام کر امام وقت کت مز رکوع مز یم تی کر یم سوتن نماز لاگنے ام سوس نہ کر اللہ اکبر دے گشے نماز مز داخل ام کر کب ام کر ام کر شو ام کر ام کر اللہ اکبر مگر ام تکبیر نیت اس میں بس رکوع ام گو تکبیر تحریمہ مشتی کر لم تنعقد صلاته ام نماز غیر منعقد لانه لم یاتی بتکبیرۃ الاحرام کہ ام کر تکبیر تحریمہ کہیں فلا بد ان یاتی بتکبیرۃ الاحرام فان شاء ادرك فيها فان شاء فلا بد ان ياتي بتكبيره الاحرام فان شاء ادرك فيها تكبيره الركوع وجاء بواحده ينوي بها الاثنين وانا مش ضروري قرن تكبيره تحريمه واش امس مثلا اگر يسي يهكرت اكو تكبير يتم تكبير تحريمه قرنا يواش اسدبون وي قد اس تكبير اسمه يعني اش تكبير تحريمه دي هو اساس شو امي زري شو منتقل دي اسان وان كان في الوقت ساعه اگر ما تھوڑا وقت اوس كبر تكبيرتين تلك ريز تكبير تكبيرة الإحرام وركر الله أكبر أذكر ديم تكبيرة الانتقال بون وصل ميز ديم تكبير فهي فصل بين العبادة وما قبلها كذكي يش تكبير تحريم شو أصلا يش عبادة تستبي عن بور أصلا عبادة نبري يش فصل يش فرق كران والدلالة الحديث هي في قوله تحريمها التكبير وانا يهديس كت بيرش أذكر دليل سواء أثمر فرمو رسول الله صلى الله عليه وسلم كي نماجهن تحريمها سجو تكبير يعني تكبير سيدي سچو باقي نماز نبر تو چیز اسمی حقا کرت وہی کیوں تکیت کی ہیں وهو حديث حسن اخرجه الاربع الا النسائي اربعه الا النسائي من حديث علي رضي الله عنه وانا اشوف حسن درج روایت ايش انا اربع مضرب سنن ابي داود سنن ترمذي سنن النسائي سنن ابن ماجه باچ انا الا النسائي سوى امام النسائي جنن کی ہیں اتريو راوي شات علي رضي الله عنه ٹھیک ہے وقت فکری شو دیم رکن تکبیرۃ الاحرام اللہ اکبر نماز شروع کرن ویز کرن گو اس لیے ہس چھ تھاون یم جماعت مز حاضر گسن تم گسن ٹھپ کرت رکوس مز وسط روزن تمن خیالی تکبیر تحریمہ کرنک تم گسن نماز مز داخل تہ نماز روز تل بہتر اس لیے گو دیم رکن ام پت چھ ون وچھ ون تریبس رکن اس کن ینو مور چھ گڈ کرن ذکر ما ایدن ایکسٹرا چیز ونا چھ و بعد هل استفتاح وهو سنت مجھے ایکسٹرا انفارمیشن ونا یت تکبیر تحریمہ ام کرنا اللہ اکبر ام پت چھ استفتاح ام پت کیا چھ استفتاح مطلب دعائے استفتاح سبحانك اللهم یا باقی امام چھ اتمز وهو سنت سو کیا چھ سنت قولو سو کیا چھ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك پچھو نہ شیخ ہونا معنی سبحانك اللهم ہونا ایمک معنی کیا شو سبحانك اللهم ای انزہک التنزیہ اللائق بجلالک مطلب کیا شو ایمک اے اللہ بوش چوین پوکی کرن بیان تت پوٹ شو کرن چوین پوکی بیان ات پوٹ چوین شان اس لائق چھ و بحمدک ای ثناء علیک اے اللہ بیش بو چوین کیا ثنا کرن تعریف کرن وتبارك اسمك اي الله چون ناو چ بابرکت اي البرکات تنالو بذكرك اي الله چاين ذکر زری چون ذکر کرنا زری چ برکت حاصل گسان چون ناو چ برکت ولتا استم ذکر کرنا زری چ کی برکت حاصل گسان وتعالى جدك اي جلت عظمتك اي الله چون عظمت جلیل القدر تزد بود ولا اله غيرك اي لا معبود في الارض ولا في السماء بحق سواك يا الله ولا اله غيرك مطلب ایک کہیں تے معبود نہ سچن حقیقی زمینن تے آسمانن مز چبگر اے اللہ او سمجھ نہیں تو شو بہترین اتم شو توحید جی دعوت گو بہرحال فرمان چھ تی تکبیر تحریمہ دیم رکن ام کروا ادا تکبیر تحریمہ تو ام پت کیا کری کم ام پت چمس کوز بارن چھ سن ورا قول المصنف رحمه الله بعدها الاستفتاح وانا مصنف سن قول شنو يسمون کہ ام پت چھ استفتاح اي بعد تکبیرت الاحرام دعاء الاستفتاح یعنی تکبیر تحریمہ پتہ سچ کیا کرم دعائے استفتاح یعنی یہ کونز
شروق القرن، والمراد به الدعاء المقدم بين يدي الفاتحة في الركعة الأولى. دعاء استفتاح مطلب کیا گوس دعاء یس سورة فاتحة بوٹھی شی وان گڈ نچ رکعت مز کرن گڈ نچ رکعت مز یس سورة الفاتحة بوٹھی شی وان دعاء کرن اس معروف چ اچ اس ونن دعاء استفتاح شروعات یعنی ام سی دس نماز کھولن چ شروع کرن چ چاہے کہ پر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك يا چاہے کہ پر اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اني سوري دعاء يا کہ پر اللهم امل اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض ايش كونز ايش نما چون دعاء استفتاء ايشن هو اولونا ايش تكبير موتي پرانتي میں نے تكبير تحريم موتي ايشن صحيح صحيح شو کی نما اني هيك سبحانك اللهم هي جاي هيك ايت پيت كل ساعه بہرحال لگا میں ساتھ میں پارن تکبیر اتم کرنا اللہ اکبر گنے مات ام بر گری سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك بوج دا مش نادر کرنا محمد ابن عبد الوهاب رحمۃ اللہ علیہ التفسیر کرنا ایدن تھوڑا محمد ابن عبد الوهاب رحمۃ اللہ علیہ سبن قرن حم وبحمدك اي ثناء عليك محمد ابن عبد الوهاب رحمۃ اللہ علیہ فرمان چھ حمدک مطلب کیا گو حمدک مطلب ہسا گو ثناء اگزام اگر تیت مدرک شیخ سوال ذکر ونن والتخصير الحمد بالثناء في قول المصنف رحمه الله تعالى ثناء عليك ونس مصنف قر حمد تفسير کم ذریعہ ثناء ذریعہ ان حمد ہسا گو ثناء حمد ہسا گو تعریف ٹھیک ہے ونا وكذا قوله الاتي الحمد ثناء ولا يتبع الى سوره الفاتحه اتمنى شو تشريب بس تات انت فرمى مصنف كي حمد هسا قو ثناء فيه نظر وانا اتمنى نظر ايش صحيح كي كذا لان الحمد غير الثناء كذا حمد شو ثناء ثناء هس نيش ديفرنت حمد قو الگ ثناء قو ديف الگ ودي ترى اسمي سو كشو فالحمد هو الاخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وانا حمد هسا قو هو الاخبار يديك خبر الدين ان محاسن المحمود محمود سندن محاسن المتلق محمود سندن اصل كواليتيز المتلق خبر الدين محمود قوي مش حمد قران شيء چونكي شي الله تعالى سن حمد قران رب سندن محاسن رب سندن صفات رب سندن يعني رتر المتلق خبر الدين مع حبه وتعظيمه يمسن شي محمود جيمس تعريف قران شيء تمسن محبه بتعظيم سان وحمد کیا گو وین حمد گو محمود یوس چیم سے تعریف کران چ تم سندن محاسن متعلق رترن متعلق خبر دین حبت تعظیم سان محبت تعظیم سان بوج تو وین و اذا قرر الاخبار بالمحاسن مره بعد مره یل وین کیا یت اس محاسن ہس خبر دمونا اگر وے یوه او ریپیٹ کرن بیت بی اگر کیا اوی بیت بی اوی ریپیٹ کرن ٹھیک سے تل کیا شو و اذا قرر الاخبار وإذا قرر الإخبار بالمحاسن مرة بعد مرة سمي ثناء يلبني بار بار ينكرن تلشات كوانن سنا تلشات كوانن سمي سناء تلشي سنا قو حمد قو الأكل دويني يلبت بار بار كير تعريف تلشات كوانن سنا قوش ليس مصنفا منيدن حمد هاسا قو كيا سنا إشن صحيح كان صحيح شو تلي البار بار يكر حمد فالخبر بمحاسن المحمود بعد الخبر يسمى ثناء قوش دي یمس تعریف کران چھ تم سن دیو محاسن او پت بی دین خبر محاسن متعلق تیت فنو اس کیا نا تیت فنو اس سنا او گڈ نیتری لیل کرو تو اس فنو حمد پت لی بار بار کرو ریپیٹ تات کیا ونو اس سنا و یبین ھذا اس کیا شی ونا انا اچ واضح کران حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ اچ واضح کران ابو ہریرہ صاحب حدیث رضی اللہ عنہ عند مسلم اس امام مسلم انا چ رحمت اللہ علیہ تات مس کیا عمود شو تات مس شو عمود يعني في حديث قدسي وهو حديث إلهي حديث قدسي شوي أن الله قال أن الله عز وجل قال كافر مع الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين بشو يبسم جو أصل بوي ما سكر نماز تقسيم بانس تبي بانس بندس درميان دون حسن مز برابر دون حسن مز قسمت الصلاة فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين يلي ميوان باند منان شو كا الحمد لله رب العالمين كشكرا حمد قال الله الله تعالى فرمان شو حمدني عبدي ميون بندها مين بندنا هسه قرمي حمد واذا قال الرحمن الرحيم يلي بند منان شو الرحمن الرحيم قال الله اثنى علي عبدي مين بندنا هسه قرمي كي اثنى وقول نيتري تي تعريفاي كارن ربن فرمو مين بندن قرمي حمد يلي بي كر بندن تعريف الرحمن الرحيم ربن فرمو مين بندن كي كلمه ثنا اصابج وانا فانه يقطع مع هذا الحديث ان تفسير الحمد بالثناء غلط وانا قطعي طور پر حقوشيات حديث يتي حديث وچ اتسويت سيدا كوزي ونيت كي حمد اسكارن تفسير ثناء ذري يسا شو غلط وان كان ذلك مشهورا اگر چه مشهور شي
واریاہ فقہا چھِ کَران یِہوے ذِکر لیکِن یہِ چھُنہٕ صحیح کِہیٖنۍ تہِ فإن الثناء الخبر بعد الخبر عن محاسن المحمود گوٚو ثناء کیاہ گوٚو ییٚلہِ یہِ گۄڈٕ محموٗد ییٚمِس یہِ تعٲریٖف کَران چھُ تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن محاسن رٕژرَن مُتعلِق دی خبرِ پَتہٕ بیٚیہِ خبر تیٚلہِ وَنو تَتھ ثناء وأما الخبر الأول فيسمى حمدا روٗد گۄڈنِچ خبر تَتھ چھِ أسۍ کیاہ دَپان حمد تَتھ چھِ أسۍ دَپان حمد فإن الله قال في مقابل قول العبد كازي الله تعالى فرمو يل بند شو انا الحمد لله رب العالمين ربنا كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمو رب فرمو حمدني عبدي وقال في مقابل تقرار ذكر محاسنه العبد محاسن محاسنه العبد الرحمن الرحيم اثنى علي عبدي كيم صد بند الحمد لله رب العالمين الله تعالى فرمو حمدني عبدي يل بند الرحمن الرحيم يعني تقرار غنا وين دائما لدي الله تعالى فرمو اثنى علي عبدي مين بند هسكر مي ثنا وتمام وجوب شو صحیح چھُ کہِ حمدَس وَنُن یہِ ہسا گوٚو ثنا یہِ چھُنہٕ صحیح قول کیٚنٛہہ تیٚلہِ وَنو یہِ چھُ ثنا ییٚلہِ یہِ بار بار أمۍ تعٲریٖف کَرِ وَنان اللہ یقول الحمد یہِ چھُ أتھۍ مُتعلِق وَن تفصیٖل اَسہِ آو بُنیٲدی سَمجھ یا وۄنۍ پَرو أسۍ مطلب أسۍ مَزٕ اَتھ اللہ یقول الحمد ثنا اُبِل جمیٖل المحموٗد وَنان چھُ یُس وَنان چھُ کہِ حمد ہسا گوٚو بَڑٕ رٕژرو سان خوٗبصوٗرت چیٖزو ذٔریعہٕ تعٲریٖف کَران محموٗدَس وبعضهم يقول الثناء بالصفات الاختياريه يا ارجو وانا نهر الله تعالى تعريف كارن كم ذري صفات اختياريه وذري كيز ربس شيكه بهترين صفات وفي البقيه كلها نظر ليس هذا محل بحثي انا تصير شي مش نظر هنا يس شنو صحيح كي وليس هذا محل بحثي مي كارن ذات مود ديك بحث كي سو بيكون ساد ليس بي كان رساله برو شيخ سنت مسات كيز مي كسر صفات بان رساله اتي بنيادي كراكس تور اس فيدي كمان انجو لكن قوله في تفسير الحمد هو الثناء صحيح ام غير صحيح مشتهر ان حساب لو انجو يسمى مصنف فن قر تفسير حمد اسكا ونو يسقو ثناء ايش صحيح كن غير صحيح تون جواب كي عايز غير صحيح تون جواب عايز كي اسا شو غير صحيح لانه مخالف لحديث ابي هريره رضي الله عنه كاجي مخالف ابو هريره سبن حديث فحديث ابي هريره فيه عدم مقابله الحمد بالثناء يعني ابو هريره بن سعيد اسمه او حمد ثنا ست مقابل قرن كي يعني في بند من الحمد ربنا فرمو اثنى عليه عبدنا ولو كان الحمد ثناء لقال الله اثنى عليه عبدي اگر حمد اشياء ثنا هي تي فرمو هي گڈ نجل رب كي مين بند نس قرم ثنا لكن لما ابتدا العبد بذكر محاسن رب قال الله في مقابله حمدني عبدي يلي بند نقر ابتدا رب سن محاسن رب سن رتر ذكر قرن ذري ربنا فرمو حمدني عبدي فلما كرر ذكر المحاسن يلي بند بيكر ريبيت محاسن هن ذكر الله تعالى فرمو اثنى عليه عبدي مين بندن هسه قرب السنة فالثناء هو التكرار المحاسن واما الحمد فهو الخبر عن تلك المحاسن يتيجو يا خلاص شو هي ثناء قول يلي يلي اسرترن هون تكرار كرو بار بار كرو رسلو سي تعريف الله فطرسين حمد قول يلي اكل دي تمن محاسن متعلق خبر ولذلك الصحيح في قول النبي صلى الله عليه وسلم اس لي الصحيح شو النبي صلى الله عليه وسلم يصيب بيسعد مصفر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمو لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك لم بشوس بحق نچ انسان کرت کہین تو شوک تہ پر ات پرس پنس نفس تعریف کرخ ای کررت محمدك على نفسك مطلب ادنا انا سنا کہ کو بار بار تعریف کرن تو شب قررت محمدك على نفسك واحدا بعد واحد یعنی ادنا کو سنا حکم مطلب کو ای الله بحق نچ سنا کرت کہین بار بار تی تعریف کرت کہین الله تو شوک تہ پر ات پرس پنس نفس پانی بار بار تعریف کرن ولابن القيم رحمه الله تعالى فصل نافع ماتع في الفرق بين الحمد والثناء والتمجيد وانا ابن القيم رحمه الله عليه وسلم بعد النفع بخشت بعد بهترين فصل بهترين اخص يت كتاب مزي يت مزي وانا حمد كي اقول ثناء كي اقول تمجيد كي اقول عز نظيره في كلام غيره عز قل يعني قليل هسه شو اشو اشي بك اشي دي كلام مزي والله ابن ذكره في بدائع الفوائد وانا اشكر ابن القيم سبن ذكر قتمز بدائع الفوائد جربوا قرنا اوتي تم كتابه ديدار شنو زين ايش بدائع الفوائد ايش كيا بدائع الفوائد ابن القيم سوى الكتاب شي بهتر كذا اعطوا شي ساتت برسون كيا جرامر اذا بير شي من تهي كيو هي ترى زين نديم سوى من هي بورد فهم كيرت شو رايك بدائع الفوائد ابن القيم رحمه الله سوى شو دار عالم الفوائد ايش كتاب ठीक شان ايش دار عالم الفوائد وين هيز كتاب بهترين كتاب ठीक شان اتمنى شكرا عايز كده كيا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ठीक شان نديم صاحب هذا سو كتاب ठीक انا
আচ্ছা গোশ দিয়ে আসতো রোমান ফিকরি হ্যাঁ গো আইতেন করছি এখন মানে জিকির মানুষ কি দইম রুকুন আসনা তাক বিদি তাহরিমা মা আইতেন অন্য তাক বিদি তাহরিমা পদ শুন সুদু আসা সুরাতুল ফাতিহা নিসবাতুন কি গড় হাজ করন দুয়া ইস্তিফতা সুতুর আশ করুন দুয়া ইস্তিফতা হস মুতালিক সুবহানাক আল্লাহু ওয়া বিহামদিক তাবারাক اسمك ওয়া তাআলা জদুক ওয়া লা ইলাহা গায়রুক পাঠ করে আত মুতালিক থোড়া তাশরি ইউস আত মুতালিক আসল চিজ হস সুগো কি হামদস্ত সানা হস কিয়া ফারাক ইউস আজ আল মুসানিফ আল হামদ হাসা গো সানা আশম ইশুন সহি কি হামদ গো ইলা ইবতিদান কা তারিফ করে ওর সানা কি গো পুতস ইল পুতস বার বার কা তারিফ করে আ সামজ গোস্তি ইশু আস থাউন আত মুতালিক ইয়া ঠিক ছা আখ ইন্টারেস্টিং চিজ পে মেদেন আত সুগো یعنی غالبا شیخ الاسلام ابن تیمیه سب شو ذکر کران ايش کران شیخ حسین سب ذکر فتح ذی الجلال اسم غالبا فرمان چونکی شیخ الاسلام سب اسمونو کی گورچا بهتر چا وشنا مینتا وش سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ايش ثابت ايش كبير يا هو اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب ايش ثابت ایم زونو کو نسی شیخ الاسلام صاحب بهتری قص چی مو بند یعنی دایموز قص پایز ایکس انسان سپارم دیگه دیمو فرموخ فرموه کی یعنی یمز گناہ آسن یز گناہ سیتی ویلی تا اس تیمس پیش بارن کو شو اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب يلا ما تم ان خطا ان قر دوير تو بيت بين المشرق است مغرب است شو بعد زبر باقي شات مز وقت شي گناہ ان مغفرت مانگان یوسف گناہ ان شي اس پاک تیمس پیش یی بارن گیدا سن شي تعریف کرن الله تعالی بہرحال ایش اک توجی ایش اک انٹرسٹنگ چیز تا اخ انسان ہیک بیرت بہتر شي گیم سری دو اگسن یاد پرن مز گس اخ پرن مز گس بہ اخ پرن سو چیز زیادہ اصل اچھا ام پت کیا پارون چھو ونی ویتنے استریمس رکنس کن کی فی الحال ون ام یتھ یس استقبل تحریما کرو تم بعد ہسا چھو کیا کرن سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك بعد ام پت چھو منا ون چھو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ام پت ونی کیا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم معنى ونا شيخ الاسلام محمد ابن عبد الوهاب انا معنى اعوذ الوذ والتجئ واعتصم بك يا الله مطلب شیخ شاد کران ترجم مطلب تفسیر وران چو اعوذ مطلب کو الوذ و التجئ ای لب شو التجا کرا و اعتصم بشو چنی پروٹیکشن نیمان منی الوذ اس مون نمی کی الوذ کو شو ان شاء الله الی استشری پر شیخ سن من الشیطان الرجیم قبس نشوس به الله بشو چون پناه طلب کران قبس نش من الشیطان الرجیم شیطانی مردود اس نش رجیم کبی شیخ فنان المطرود المبعد عن رحمت الله یستد دور اش عمد قرن کمی نشی چخنا اش عمد دور الله تعالی سن رحمت نش لا يضرني في ديني ولا في دنياي الله بشو چین پناه حزم زما سو گوس نمی نقصان نواتنا اون من دین سی مست نو منس دنیا کی سی بارس مز ٹھیک شه فرمان چی شاریا وان چو بعد الاستفتاح يسن ان يستعيد المصلي سرا وانا استفتاح پات ہسا چو تی دوای استفتاح پاری ام پچ مسنون کی مصلی اس نماز پرن ول سو کری استعاذہ یت چی وانا استعاذہ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بر چو کہ سرا یقول اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لقوله تعالى فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم فاذا قرات القران یعنی سات اراده اشو قران پرنو پناه ای جو مگا الله تعالی سن شیطانی مردود اس نش ای اذا اردت بشو اذا قرات اگر اس قرو ظاهری ترجم تیری کی ترجم یل تی قران اس قرات کریو بعد میں جو الله تعالی سن پناه کی مش شیطانی مردود اس نش یماش مگر صحیح ترجم ایت پر الله تعالی فرمو چ یا ایها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه ای ایمان والے ولتی نماز قدر کھڑا گچو فغسلوا وجوهکم پت چلو سب بوت بوت باقی چیز اس مش مگر یہ مراد کیا شو یل تو اراده اس نماز قدر کھڑا گسن گڑے کر جو گادم چھ آسان یعنی اگر اس کو ظاہر نمو ایدن تیرے گچ باطل ٹرانسلیشن اتا او سمجھ او دم لحاظ یہ تے پرشی ایدن تیم سب تو اراد اشو تیش وانا شیخ ای اذا اردت القراءه قلت قراءت اراد اشو فقل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم سو انزگ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها قبل القراءه نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس یوانا قراءت بون وچو وین یا او اس سمجھ ٹھیک چھا تکبیر تحریمہ پت پری کونز اور کونز پت پری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ ذہن آیا اس سمجھ انشاءاللہ آیا اس سمجھ یہ ام پت میں شیخ کرنا ذکر اس اخ علمی اخ نقط چھے چھے اتمنى چھے اسی شیخ رحمہ اللہ شیخ حفظہ اللہ صالح ابن عبداللہ الاسیمی سب امچ کرنا کیا علمی نقاط ذکری کلیل چکی ام لبیوتی باکی نش معاصر نش تم نقاط چکرا ذکر شیخ کلیل چکی تم لبیوتی معاصر نش اگر تی یعنی یوسف کتاب ریکا مرچ نا کرانی علوم القران سٹوڈنٹ آسن منظومۃ الزمزمی منظومۃ الزمزمی اس چھ سگس پارن شیخ صالح صاحب نشرا
Atatürk Umut Abdülkerim Xuzeli hesabında şərait həm əlavə edir, lakin Şeyx Salih hesabın üçün behterin şərait. Deyiksən, bu da mələhəzi Aşağı avudun da samuç ki, vəşəs parın a'udu billahi minə şeytan rəcim. Vəş ilmi katı, yim qasın thoda əsi thoda kunç adı, qabi pahamma bazan yim, lakin şu atmaz var ya cədə fəvaid, isliyə qorusan buyu. Vənən, və kənə nəbiyyə sallallahu aleyhi və sələm yəqulüha qabl al-qira'a. Nəbiyyə sallallahu aleyhi və sələm əsi parın qira'at buğurt, كما تواتر في نقل القراءات يقات من شو عمود ايوني شو عمود حديث اسمز ايوني يمسا قراءات اشتان واسمز شو يس قراءات شنا قرآن شو قراءات سات قاري شو نشك شا يعني تبير ده شو يا تصاد هنطان تي شو يمو قرآن شو مختلف قراءات شنا حفصان عاصم شو يا وريش شو يا باقي باقي شو كسائي بسائي مختلف ابن كثير سو من القراءات مختلف قراءات نحن علم شو علاق علم القراءات أقدر تقول شو متأشر فيسبوك أسبرسو أخ لقون أخسو كليب مين تسمع شو بناكي علوم القرآن تسمع كم كم شيء شيء نسمع سبارين تسمع شو راس كنا بزيكر قراءة علم القراءة زيادة نكين شو ما تيترو متأثرين تي وانا بيشو سا نبي صلى الله عليه وسلم اشي برا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مگر ام كيا هون يتبعد حسام متواتر ينقل جوكم قراءات وزري قراءات يمشي نا قرآن چه قراءات يسوش قرآن پران چه يمشي اشنشي اللغة اكس طريق اسمز واسمز يمو قرآها وزري اشي اشتان واسمز قرآها اس يم قاري اس قرآن اكتما اس پان شاگرد تهين شاگردن شاگرد تهين شاگردن شاگرد يمشي متواترن يعني يمان چون حديثوك حدیثی متدولوژی شنی مرمز کی مرمز شو الگ یم شی طبق پر طبق استان کیا شیخ اسنی شاگرد اوپر مرمز شاگردن نسبت دی شاگرد اوپر مرمز اس کاسی تواتورن استان واسمز چھ تمن قراءات مرمز شو ودمت استان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کیا پرن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فیجعلها بین یدی القراءه لا بعدها نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی قراءت بوٹ پر قراءت پتن کی كما ان نقل القراءات المتواتر دل على ان صيغه الاستعاده المقدمه هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وانا أخشتران أمد متواتر قراءتي مأشنش ناقل شغمز أخشتران تامت الفكري كي النبي صلى الله عليه وسلم قال رشي بران بين يدي القراءة وأخشي شتران أي فكري يعني قراءة بمور شي بران دايم شتران فكري كي أن صيغة الاستعادة المقدمة هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني وقو شو باري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تيكشا إيش بار دقيق نقطة أيضا يس أمبدي ذكر كي دون الأحاديث المنقولة فيها لذعفها جميعا وانا اعتقد ريشه دليل قراءات يم نقل استان كارن نكتم احاديث يم نقل شات مدرك امد كارن احاديث ما تشو ذكر كاستم شي سري ضعيف تم حديث شي يم تات مدرك شنا استعاذه هز مدرك حديث مش ضعيف فالمحفوظ في الاستعاذه هو النقل بطريق اخذ القراءات اسلي محفوظ شي استعاذه هز مدرك يعني استان ووت متشو سوغو كي اشو استعاذه قاعد يقول اش حاصل يقول اش قراءات او ذري حاصل يم علماء هو ذري استان قراءات بعد فان القراء مجمعون على استفتاح القراءة بهذه الصيغة من الاستعاذة. كازيم قراشنا مختلف تمشي مجمع تمشي اجماع شتهن كي امي صيغة ذري حاصل شو كارن قراءة شروع سوغو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اما الاحاديث النبوية المروية في بعض السنن ومسند احمد فانه لا يصح منها شيء. وانا يرود هسا احاديث سنن المسجد مسند احمد المسجد تاسمه شنو كانت شيء صحيح ثابت. وقد سرها بهذا احمد وغيره امام احمد بباقي علماء شيء امش تصريح كرام واضح كرام بيان كي حديث مسجد شنو كانت ثابت لكن قراءتي ما استن واضح مسجد. تمر مسجد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثابت. اتشاب. ونجب هذا الطريق من طرق نقل الدين وانا يسوي قراءة هند علم شنا قراءة يم أشتان واتس يشو الدين كيو نقل كارن كيو طريقه مز أخ طريق يسي هاتاون شو يشو بعد انترستين يكشا خوشك يعني خوشك بحث غاسن مناظر غاسن كارن كي أخ كس بات پوينت سكور كارن خدر شنا آز كارا مناظر تم آسان دن وي جهل لا علم آسان تم بيل آسان أخ كس گالا لاغاوان تم شو يدن كالي خيط شو كون ساتش مشار عرض خسان آت پڑي نئي هنگ تم آغاز پر کشير هندن جي پتا بس اشت رو مچ فکری یوهای سه یه دیسی پان شرط باشه که تویش دنیا. اما سامی که دم لحاظ امکش خیال داون. من انشی یه قرائت یه مس قرائت واسط میشه. قرائت چن واسط میشه هیچی سو زری اش نیست که. قرائت انشو طبق پد طبق استاد و پر شاگرد شاگرد پر شاگرد دندان. امشو واسط میشه تهی پر. تهی میشه شو وقت میتی عوض بالله من الشیطان الرجیم تی. باقی ام احادیش تی میشه ضعیف. اتی احمد من حنبل یا باقی ولا ما ونا میشه ضعیف. تا كاش ما اش معاصر وما تحسين كرمس وش علق ماصله لكن زياده صحيح شو تمشي ضعيف اش كاش تلع الدليل كي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم شبارون ايش قراءه تفزري اشتا وتم وانا قويت شو
دین نقل کرنے کے ترکو مز اخ طریقہ کی قراءت و ذریعہ فلما حجرا ویلی محجور گو امہ سات یہ تراؤن آو ترک آو کرنا آز چن یہ لبن کہین تیوتہ آز چن اہمیت دیوان کہین تی کمس کشیر مز سند امن قراءت ہز محمد امین لولابی صاحب رحمہ اللہ تمن سند تم گئی دنیا درائے اللہ تعالیٰ کن تم جنت مز تھ مقام ذکر یعنی عطا اچھا فلما حجرا یعنی ترک آو کرنا و جہیلا یہ امہ نش کیا جہل گئی لوک سارت بعد الاعمال بدعا لوکن نزدیک بنی بعض عملی که بدعت مولا گونه یه سچو بدعت این سچو حدیث مس ثابت کی هین حالا که سچو کرا ات زری ثابت فربما یاتینا انسان و نقول سچو اسش کا انسان ما یصنف کتابا فی احادیث الاستعاده عند قراءه القران و ناس سچو کران کی کتاب تصنیف سچو نن یتیم احادیث سچو یت کتاب مز قراءه قران وی زکات مدرک اعوذ بالله من الشیطان الرجیم مسمد ولم یصح منها حدیث عند المحققین کا احمد و غیره من الحفاظ حالا کی تات مدرک چون کو حدیث صحیح محققین النزدیک فار ایگزامپل امام احمد ابا قیم حفاظ چی فیقول انها بدعه پس ونن هی ونس دور فکری تیم حدیث سری ضعیف امر وی عمل تی بدعت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نس چون پارن کی هین لانه لم یثبت فیها حدیث ایک ایز اتنس چون حدیث ثابت کی هین لیکن نقل القراءات بالتلقی اثمر اثبات الاستعاذه بین یدی القران الکریم لیکن یسی قران قراءت نقل چ گمس کی تلقی زری تلقی گول استاد نشکر شاگرد او حاصل تیم نشکر تیند شاگرد او حاصل ایم کور پد ام دوت اس میاو یت پیٹ کی ام کور ثابت کی قران پرن بوٹ ہسا شو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پرن و مثل هذا مساله التکبیر فی الضحا و ما بعدها یت پر شی بیاخ مسئلہ یت انٹرسٹنگ مسئلہ سو گو یت اس قران اس قراءت کرو ونان یت اس سوره و الضحا اس نش واتو و الضحا و الليل اذا سجا ام پت ہر سوره اس مسئلہ اس میت قرہ کیا کرن تکبیر اللہ اکبر پت پرن بیاخ سور اللہ اکبر ٹھیک چھا ورفيعتي بعض الناس ويؤلف رساله في بدئيه التكبير من الضحى الى اخر القران وانا باتيك بعض لوكي وان تمشي رساله لخان يا اساس بدعت كي سوره الضحى بعد سوره الناس استاين بعد اخر استاين كه هر سوره بعد هر سوره درمیان كه الله اكبر كارون وانا كايش بدعت مش وانا كايش بي حديث ناس شلون اتمدر كيهن وقد نقل في تواتر القراءات ولم ينكره في نقل القراء احد وانا هلاكي شو اسان كه تواتر سان شو قراءة المزيد صيبت أتمنى شنو قنش قراءه ومز قنش إنكار كورمت ولكن العلوم لما شققت في الأمة وتفرقت لكن العلوم أين فدراون يليم ألغ ألغ أي كارن ومنع اتصال بعضها ببعض بأوروكاون بعضا هند بعضا ست اتصال يعني يما أين جوردنا أكو كسر كيهين حدثت مثل هذه الأقوال تاوى يقيم أقوال بغد ألي ولوغون انت من قائم انت بدأت إن باكي وطريقو ست صيبت شي فمن ترك نقل الدين النافع في إفادة جملة من الأحكام طريق نقل القراءات ونا دين نفا بخ دين نقل كارنكيو نفا بخش طريقو مزشو يما أسي كيه يمو زريع اس واري أحكام حسل غسان شو سو كيه نقل القراءات يسا اس قراءة وزريع استنبوت فبها تثبت جملة من الأحكام التي يعوز فيها دليل خاص تحت مزش استيم احكام كن سات سيبت غسان يحت مزن خاص دليل شلابني وكين فلا تجد فيها دليلا خاصا ثابتا تشكن ات مصر مز كن خاص دليل لبان فاذا عولت على نقل القراءة ثبت عندك الحكم بلا مرية اگر تما وانا قيدنا قراءة مز شي نقل امد كارن سين شي حكم سيبت غسان ات مزن كان تشخ روزان يعني حديث شي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم مز مدريك ضعيف لكن قراءة ام امد شي نقل كارن تصدا قراءة يا سات قراءة تما مش صار ني مز كي رسول الله صلى الله عليه وسلم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم سويت قراءة شروع كارن وتلغوي تاني شي ثابت ولذلك فان الذي يقول بنا اسلي يسوان الاستعاذه لا يصح فيها حديث ويعول على دليل نقل القراءات يكون قد اخذ باصل وثيق في شريعه يعول وانا نجي الهسا كهنا فرمي يسوان استعاذه اسم دليل شن كهن حديث ثابت ما قال سوتاي قد دار مدار قد دليل بيت يو هي قراءه مزس شي نقل امد كارن وانا ام هسا كر اخذ اخ مضبوط بنياد رت ام في شريعه في شريعه من شرائع الدين يعني امر الدين كي دين كي احكام شي دي مو احكام مز اجس حكم سر مضبوط اخوات ومن يقول لم يثبت حديث فهي بدعه اگر كان هوني احسن شنو حديث ثابت اسلي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بارن هسا بدعه فانه ضيع اصلا عظيما من اصول نقل الشريعه وانا تمسون زاي كريت اخ بود عظيم بنيادي چیز شريعه نقل كرنے کے بنيادي چیزوں میں او سمجھ گوشتي
ايش اخ اصل شيء وانا فان الدين نقل بالطرق المتعدده وانا الدين هسوت اسنش دين او نقل قرن اشتن مختلف طريقه وليس كل العلم ينقل باسناد سوري الا بشر سندو يوتا اشواتان كي قاله ابن شهاب الزهري شو ابن شهاب الزهري كي سوري دين شن سندوتان كي اشواتان كي طبق 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 داشن هوت بيركان اس بير هيدي سن سند جسن تس بيرشن اسان كين فان في العلم اشياء وان في العلم اشياء الا ما سمعتي تيمتي استفاز نقلها بالشيء هو عمل الأمة بها طبقة بعد طبقة وانا كاز علم اسمه شيء كيم تشيز يمكن نقل قرن كي بالكل فهله كاز أمة قرت عمل هر طبقة بعد ورك ايك جنريشن بعد بي جنريشن تو تا عمل قرت من تمن بين تاس مدرك سند بعد ذكر كاري كي هند فيكتفى بمثل ذلك عن نقل معين خاص فيها استي اسمه شيء اكتفاء ما قرن اشن اتم ذكر زورت اسان اتم كاز خاص سند اسن كاز اتبرش اسان مجموعي طور أمة هر دور اسمه عمل قرمز كما ان طرائق نقل الدين ليست موقوفة على نقل الأحاديث ليست موقوفة على نقل الأحاديث النبوية بل ربما نقل بعض الدين بغير ذلك اتبر يعني دين نقل قرن كيو طريقه مز تمشن موقوف صرف ايتيوت بركي احاديث ويوت زريغس نقل بلكي كون سات بعض دين وخيس باقي طريقه وتان دي استن ووتمت يعني اتي عمل غي عمل غي عمل غي تمن بيون بوت زياده دات مدرك بيان قرن كي هنت وكان وشوين يعني كهنا فرماني هي كي دليل اشي انور اشا كاشميري يوسوس ديوبين ادن جي امسنس يعني يذكر ايوس نهدي سن مدرك تمن غير انا وكان محمد انور الكشميري احد اذكياء علماء الهند وانا يسمى محمد انور الكشميري او سياسه اوس علماء هندي استمو زوشي كي احد اذكياء يعني زبردست عقل مند اوس اختلاف شو بان جاي اكيد كي اشاره مش اشعريه باقي اكيد ما تريد اكيد يقول انما جعل الاسناد لئلا يدخل في الدين ما ليس منه لا ليخرج منه ما ليس منه يعني وانا انور شاه كشميري ان شلون مود كي سند هسه شيء موجب امز بناونه علماء هو كيف كر سند كي تاكي لالا يدخل في الدين ما ليس منه كي دين اسمه غصن سو شيء داخل غصن يسنا مك حس شو كي هند يل كان دين اسمه شيء سو شيء داخل كرن يسنا مك حس اس كي هند ده امس وانا سند كچي لا لي يخرج منه ما ليس منه يعني كي سند اين ام خضر خدا كرن كي اس كدو دين مز ايت شيء نبر نا بلكي كيا كه تصاين اتوز نو شيء كي هند اوا سمجھ گو تم لحاظ گو ایشو مسئلہ گو ایشو ایتن تنا بڑا ایشو بڑا انٹرسٹنگ ایتن چیز گو اس طور فکر ایتن ایشو ایکسٹرا اسیت اختلاف تکریت لیکن بنیادی چیز طور اس فکر تقبیر تحریم شو دیم رکن تم پچ پرن کونز اور تم پچ پرن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ام پچ بیا اخ چیز یعنی خبر ما گسی كهن غوب يبارو ايش انا مثال ذلك انه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه العيد هي واحده او اثنان حرف واحد وانا يتبر دائم اكزامبل ات وانا مثال خطبه عيد اسمه نص شيء نسوي رسول الله صلى الله عليه وسلم صريح الفاظ واضح الفاظ مزكي تي مثال دي اخ خطبه كنز خطبه ايش قصدي دي اهل الحديث دي اخ خطبه شنو باقي شيء دماغ قص خطبه ز خطبه وامثل ما يروى فيه مرسل عن سعيد بن المسيب وانا ساري خد مزبوط اما ساري خد بهترين شو شو سعيد بن المسيب صاحب المرسل روايه مرسل ضعيف اعظم ومع ذلك جرى في عمل الامه قرنا بعد قرن في مشارق الارض ومغاربها في كل مذهب على ان العيد له خطبه وانا لكن ام باوجود امه اسمها عمل جري جنريشن بعد جنريشن زمين كان مشرقا ومغربا مز كي هر مذهب حنفي شافعي مالكي حنبلي وانا ك ز خطبه هسه شيء عيد كز خطبه شيء ابن حزم الزاهري تي وانا ز خطبه شيء عيد ابن حزم الظاهري سبدي كمان عيد قص خطبه شي ز خطبه باقي تن و امام تي منن يوه اسلي اگر كان ز خطبه تي دي عيد پٹ باجي اس پٹ پرواي شون كي لكن اهل الحديث ان عمل چي دي اخ خطبه فالذي ياتي ويقول ليس في الاحاديث ما يدل على ذلك وانا اگر ما كان نفر يي سو ني حديث من شون امتي ز خطبه كانه يقول ليس في الدين ما يدل على ذلك زنت شي وانا كي دين اسمه شي ني كان شي سر دلالات كران شو وفي الدين ما هو ابلغ من النقل الخاص في الاسانيد حالانكي دين اسمه شو ات دون خطبن پر دلالات كران ول زاد مضبوط شي سند وخط لان نقل الاسانيد قد يختص بطائفه كي سند يس نقل كر سو اسك اسمه حديثين ان هذه جماعه تسيد خاص لكن الدين لكن الدين المستفيض هذا ينقل في الامه كافه كنقل خطبه العيد لكن شي دين شنو باقي شيء كي عباده اسان يخي خطبه عيد هند خطبه يشو تام خطبه يشو سرني اسرسي امه اسمه شو اسمه حديثين المز ومثل هذا نقل لفظ الاستعاذه فانه منقول بقراءه القران عند اهله طبقه بعد طبقه
یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ قُرآن یعنی اِستعاذا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پَرُن، یہِ تہِ ہسا چھُ نقل آمُت کرنہٕ یعنی قُرآن کِس قِرآتَس منٛز طبقہٕ پتہٕ طبقہٕ، جنریشن پتہٕ جنریشن، فہوا مُعوَلٌ علیہ، گوٚو اَتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قِرآت برونٛٹھ پَرنَس منٛز اَتھ منٛز چھُ دارمدار اَسہِ أتھۍ پٮ۪ٹھ. وَبنُ عاصم الغرناطی یقول فی مرتق الوصول وَنان کُلُ فَنٍ فَلَهُ مُجتَہِدُ علیہ فی تحریٖرِہِ یُعتَمَدُ، ہر فَنَس منٛز چھُ اَکھ مُجتَہِد آسان اور تٔمسٕے پٮ۪ٹھ چھُ اَمہِ کِس تحریٖرَس منٛز اَتھ منٛز مضبوٗطی پٲدٕ کَرُن، تَتھ پٮ۪ٹھ اعتماد یِوان کَرنہٕ. فہذہ المسائل من جنس ما یعول علی نقل القراءة فیہا، یِم چھِ تِم مسایل یَتھ پٮ۪ٹھ کیٛاہ یَتھ منٛز أسۍ نقل القراءتن پٮ۪ٹھ دارومدار تھاوان چھِ. وقد غلط من غلط من نفى اشياء مما ثبتت بهذا الطريق او بغيره، وَنان اس لیے غلطی منٛز ہسا گوٚو سُہ یُس یُس اِنکار کران چھُ کینٛہن چیٖزن یِم اَمہِ طٔریٖقہٕ ییٚمہِ قِرَاعتن ہِنٛدۍ طٔریٖقہٕ ثٲبِت چھِ یا اَمہِ بغٲر باقٕے طٔریٖقو ثٲبِت چھِ، بہِ جہلی ہی فی فہمہِ نقلہِ دیٖن، کیٛازِ یہِ چھُ آسان جٲہِل، أمِس چھنہٕ پَیی کہِ دیٖن کِتھ پٲٹھۍ چھُ نقل گوٚمُت. وَ اَنَّ نقلہِ دیٖن تَنقُلُہُ الاُمَّة كُلُّهَا وَلَا يَحْتَاجُ فی بعضها الى اسناد، وَنان کیٛازِ دیٖن یُس چھُنہ سُہ چھُ نقل کران سٲرٕے اُمت، اور کُنہِ منٛز چھَنہٕ اَسہِ کیٚنٛہہ مسلہٕ چھِ تِم یَتھ منٛز اَسہِ سند چھِ ضوٚرَتھ پیٚوان کِہیٖنۍ. کما قال ابن شہاب الزہری وهو من فقهاء التابعین، یِتھ پٲٹھۍ ابن شہاب الزہری اوس وَنان یُس تابعیٖنو منٛز فقہو منٛز چھُ. ليس كل العلم يروى باسناد، ہر کانٛہہ علم چھُنہٕ سندو ذٔریعہٕ یِوان نقل کرنہٕ کیٚنٛہہ، کانٛہہ چھُ یِہوے قِرَاعتن ہُنٛد علم یا اُستاد شاگِردس پٮ۪ٹھ یِوان بیان کرنہٕ، یا کانٛہہ چھُ تیوٗتاہ پھٔہلان پتہٕ چھِ تَمیُک پھٔہلنٕے چھُ کٲفی گژھان سندٕ نِش. وبنا عليه الامام مالك دليله المشهور عمل اهل المدينه، امام مالكن بنو پنن مشهور دليل اتھ پٹھ سو عمل اهل المدينه، يعني نقل يعني نقل الكافه من اهل المدينه شيئا من امور الدين نقلا مستفيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن احد من الصحابه. سو كما مطلب گو امام مالك اوس ونا اهل المدينه نس عمل، سو اوس ونا کی اهل المدينه يم تش تم اسن سري ونا کی اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہسا ٲسۍ یِتھ پٲٹھۍ عمل کران، یا فلٲنۍ صاحبی ہسا اوس یِتھ پٲٹھۍ عمل کران، اَتہِ ٲسۍ نہٕ کٕہٕنۍ تہِ مُخالفت کران. امام مالک اوس وَنان یہِ چھُ کٲفی، اَتھ نَسا چھَنہٕ وۄنۍ اَتھ مسلَس سند ضوٚرَتھ کِہیٖنۍ، کیٛازِ اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ اہل مدیٖنہ ہُنٛد اِتفاق، اگر یہِ چھُ اِختلٲفی یعنی دلایلو منٛز، لیکِن امام مالکن اوس أتھۍ پٮ۪ٹھ بنومُت. وَل استعاذتُ، گوٚو یہِ تور اَسہِ فِکرِ، یعنی بُنیٲدی چیٖز کَرٕ بہٕ ییٚتٮ۪ن خُلاصہٕ، بُنیٲدی چیٖز چھُ کہِ گۄڈٕ کَرِ یہِ تقبیٖر تحریٖما، سُہ چھُ نٮ۪مازِ ہِنٛدیو اَرکانو منٛز، پَتہٕ کَرِ یہِ تَمہِ پَتہٕ کیٛاہ سُبحانک اللہ وبحمدک وتبارک اسمک وتعالیٰ جدک ولا الہ غیرک، سُہ چھُ نٮ۪مازِ، سُہ چھُ سُنت. تَمہِ پَتہٕ پَرِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تہٕ سُہ وٕچھ اَسہِ تَتھ مُتعلِق چھِ احادیٖث ضعیٖف، تیٚلہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ سُہ ثٲبِت، سُہ چھُ قِرَاعتو ذٔریعہِ ثٲبِت، ٹھیٖک چھا، یِم اَسہِ قِرَاعت 14 قِرَاعت چھِ تِمو ذٔریعہِ چھُ ثٲبِت، تَتھ پٮ۪ٹھ چھُ اِتفاق، سُہ چھُ تواتُرَن ثٲبِت. پَتہٕ کوٚر اَتٮ۪ن شیخَن ذِکِر اَصٕل فوایِد کینٛہہ، ووٚنُن کہِ دیٖن نَسا چھُنہٕ سورُے حدیٖثٕے یوت سۭتۍ نقل گژھان کینٛہہ، بٔلکہِ باقٕے طٔریٖقہٕ تہِ چھِ عمل تہِ اُمتُک، یِتھَے پٲٹھۍ قِرَاعتو ذٔریعہِ یا باقیو طٔریٖقہٕ، یُس اَمہِ نِش جٲہِل آسہِ سُہ چھُ کُنہِ ساتہٕ تَتھ عملہِ بِدعت وَنان یۄس بِلکُل باقیو طٔریٖقو ثٲبِت آسان چھِ. تہٕ وَنان چھِ اَمہِ پَتہٕ لاسٹَس وَنان وَل استعاذتُ باللہِ شرعًا، استعاذہ کیٛاہ گوٚو وۄنۍ، اللہ تعالیٰ سُنٛد پناہ منٛگُن، سُہ گوٚو طلب العوذ من اللہ عند ورود المخوف، کہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد پناہ کَرُن طلب ییٚمہِ ساتہٕ کانٛہہ خوف زدہ کَرن وول چیٖز وارِد گژھِ. فالعوذ هو الالتجاء والاعتصام، عوذ کیٛاہ گوٚو، عوذ گوٚو تیٚلہِ التجا کَرُن اللہ تعالیٰ کُن اور اعتصام پروٹیکشن کَرٕنۍ حٲصِل. وحیٖن اِز لا مدخلا، یہِ چھُنہ اَتٮ۪ن یہِ لِل ایاز، ٹھیٖک چھا، اَتٮ۪ن لیکھزیو تُہۍ لِلیاز، لِیاز لام، یہِ چھُنہ اَتٮ۪ن برونٛہہ کُن لیکھِتھ لِلیاز، ییٚکیٛاہ ییٚتٮ۪ن چھُ لیکھِتھ، ییٚکیٛاہ یہِ ہیوٗ ہُتٮ۪ن تہِ چھُ یِہوے لیکھُن. اس لیے استعاذہس منٛز چھُ یِوان ایاز، استعاذہس منٛز کیاہ چھُ یِوان، ایاز، ایاز گوٚو پناہ طلب کرُن، اتھ منٛز چھُنہٕ لیاز یِوان کِہینۍ، ٹھیٖک چھا، وَنان لِأَنَّهُ فِی المُعَمَّل، کیازِ لیاز یُس چھُنہ لیاز یعنی پناہ، یہِ چھُنہ ایاز عین الف تہٕ ذال، ایاز چھُ یِوان کتھ مُتعلِق، ایاز چھُ یِوان ییٚمہِ ساتہٕ أمِس خوف زدہ کرن وول کانٛہہ چیٖز یی تہِ یہِ کرِ رۄبہٕ سُنٛد پناہ حٲصِل. لیاز چھُ تَمہِ ساتہٕ یِوان ییٚمہِ ساتہٕ أمِس اُمید آسہِ کُنہِ چیٖزٕچ، یہِ آسہِ وَنان مےٚ گوٚژھ یہِ چیٖز حٲصِل گژھُن، تَتھ چھِ وَنان لیاز، یہِ کرِ تَمہِ ساتہٕ رۄبہٕ سُنٛد مدد طلب. وَنان چھُ گوٚو لیاز نہ سا چھُنہٕ ییٚتٮ۪ن دٲخل اتھ منٛز کِہینۍ. فقول المصنف رحمہ اللہ اعوذ ای الوذ و التجی، گوٚو مصنفن ووٚن نہ اعوذ ہسا گوٚو الوذ، وَنان فیٖہ نظر، وَنان یہِ نَسا چھُنہٕ صحیح کیٚنٛہہ، لِأَنَّ الیاز فی المُعَمَّل، کیٛازِ لیاز یُس چھُنہ سُہ چھُ آسان یَتھ تَتھ چیٖزَس مُتعلِق یُس کیٛاہ مُعَمَّل آسہِ، یعنی یَتھ مُتعلِق اُمید آسہِ. وَل اِیازُ فی المُخَوِّف، اور اِیاز چھُ کَمہِ مُتعلِق آسان، یَتھ مُتعلِق اَسہِ خوف آسہِ. قال المُتَنَبِی، یِتھ پٲٹھۍ مُتَنَبِی وَنان چھُ شٲعر، یا مَن الوذُ بِہِ فی ما اُعَمِّلُہُ، اے تَمہِ اللہ ییٚمِس کُن بہٕ لیاز کَران چھُس تَتھ مُتعلِق یَتھ مُتعلِق مےٚ اُمید چھِ آسان. وَمَن اعوذُ بِہِ مِمّا اُحَاذِرُہُ، اور یَتھ مُتعلِق مےٚ خوف چھُ آسان تَتھ نِش چھُس بہٕ کیٛاہ اِیاز کَران. اس لیے لیاز چھُ آسان کَتھ مُتعلِق، یَتھ مُتعلِق مےٚ اُمید چھےٚ، اِیاز چھُ آسان یَتھ مےٚ مُتعلِق مےٚ خوف چھُ. گوٚو یُتھُے أسۍ وَنان چھِ اعوذُ باللہِ مِنَ الشَّیطانِ الرَّجِیمِ، شیطانَس نِش کیٛاہ چھُ اَسہِ خوف،
ولم لهذا ايضا من اس ايضا اعوذ صون عمق ما طلب الوضوء شنو صحيح كي فجعل اللياز للمؤمل والاياز واللياز فجعل اللياز من المؤمل والاياز اذا شنو هيك اللياز شنو هي دائم اللياز اللي جو اياز ايضا ومصنفا كي بنو مصنفا بنو اللياز قد قدر امياد ويلس شيء اسمه تاريخ اور اياز بنو ان قد مدري خوف زاد كارن ويلس شيء اسمه تاريخ ٹھیک شام مکہ تو اسی یاد بوتو اسی یاد کی یعنی تکبیر تحریمہ شو دیم رکن تم پت کوز پارن سو سنت اور تم پت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پارن سچو یعنی سچون ارکان نماز کی ہندی تات مدری کی حکم آمد کی پریوسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شو ثابت انشاء اللہ تعالی باقی مشو اس مقلو از پن کوٹا تو انشاء اللہ تعالی ام پر مشو اس یعنی باقی ارکان تے ٹھیک شام قص تری صورا بالکل اس مقلو پن صور پیج اقول هذا واستغفر الله لي ولكم.